الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف بحول الله جل وعلا دروسنا العلمية في حلقة المسجد الأعظم العلمية، رجينا من الله جل وعلا أن ننتفع جميعا بما يسر الله جل وعلا بمنه وفضله من تدبر وتدارس لآيات القرآن الكريم وبيانات النبي عليه الصلاة والسلام للكتاب، وبأقوال العلماء وقواعد علوم الشريعة أصولها وفروعها التي بها جميعا بهذا الأمر جميعا تتخرج الربانية صفة في طلبة العلم والمتحلقين حول موائد العلم بإذن الله جل وعلا إذا خلصت النيات وقويت العزائم. وأحررت اليوم بحول الله أن نتحدث عن شيء من القصد والغاية المرجوة من مجالس العلم والتدارس لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولسائر قواعد علوم الشريعة. وهذه الغاية أو المقصد قد حدده الله جل وعلا في القرآن الكريم، وبين وسيلته في القرآن الكريم أيضا. فأما الغاية فقوله سبحانه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وأما الغاية وأما الوسيلة فقوله سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذا السياق وذاك مآله واحد، وهو أن يحصل العبد منزلة الربانية في العلم، الربانية العلمية التي تجعل الإنسان فعلا عبدا لله سبحانه وتعالى غاية ووسيلة. ولنبدأ بإذن الله جل وعلا بحديث حول الآية الأولى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقرأت كما تعلمون وكما نذكر مرارا: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فكلاهما قراءة متواترة صحيحة. فهذا الوصف الربانية الذي هو ضرب من المصدر الصناعي ويعطي الصفة للإنسان الذي تخرج على منهج تعلم وتعليم الكتاب وتدارسه ودراسته. فالربانية لها دلالة النسبة إلى الرب أو التربية، والرب هنا بما هو مرب، وأيضا بما هو مصدر. أيضا يمكن رب الشيء يربه ربا أي تربية، ولذا قلت هو منسوب إلى التربية بمعنى الرب، أو بالأحرى منسوب إلى الرب بمعنى التربية.
لأن يعني الرب يمكن أن يفهم بمعنيين. المعنى الأول هو المالك مرشي وهو الله جل وعلا، فتصح النسبة إليه كما نقول رحماني، فعبد رباني أي منسوب إلى الرب بما أنه يسعى إلى الله ويقصد إليه، فهذه إضافة عبدية كما نقول عبد الله، أو بالأحرى نسبة عبدية كالنسبة الحاصلة في الإضافة سواء. يعني عبد الله هي إضافة ولكن فيها معنى النسبة من ناحية المعنوية وليس من ناحية النحوية، أي عبد الله منسوب إلى الله بالعبدية لأنه عبد ديال الله. فكذلك الرباني منسوب إلى الرب بما تلقى عن الله من تربية ومن منهج تربوي تلقاه وهو أيضا يلقم. ويمكن أيضا أن يؤخذ المعنى الآخر الذي ذكرته قبل قليل أن الربانية هو المنسوب إلى الرب بالمعنى المصدري للكلمة، بتقدير أن الرب هنا مصدر لرب فعل رب يرب، رب يرب مثل رب يربي حل حل، رب الشيء يربه أي نماه وزكاه ربا أي تنمية وتزكية. وهذا المعنى وذاك اللول الثاني مآلهما واحد، النتيجة ديالهم واحد. فأما المعنى الأول فهو مفيد للغاية التي من أجلها وضع العلم ونزل العلم، الله جل وعلا أنزل العلم على العباد وعلمه من يشاء من خلقه قرآنا وسنة وما استنبط منهما من علوم الشريعة من أجل أن يكون له عبادا مخلصين. فالربانية إذن فيها معنى الإخلاص لله الواحد القهار، الربانية إخلاص، وتوحيد للقصد والوجهات أنه إلى الله وحده. فالعبد الرباني لا يراعي غير الرب في علمه عالما ومتعلما كل أمره، لا يراعي غير الرب جل وعلا. والرباني أيضا بالمعنى التربوي للكلمة هو الذي فسره ابن عباس رضي الله عنهما كما ورد في صحيح الإمام البخاري موقوفا على ابن عباس قال: والرباني الذي يربي بصغار العلم قبل كباره، يربي بصغار العلم قبل كباره، أي أنه يتدرج بالمتربين والمريدين والمتعلمين بالمراتب الصغيرة القريبة بقصد أن يدرجهم عبر سلم التعلم إلى أن يصلوا المراتب البعيدة العالية، لأن ذلك معنى التربية ومعنى الرب، من رب يرب ربا، الرباني من يربي بصغار العلم قبل كباره. وهذا معنى عظيم جدا لمن أراد أن يتحقق بصفة العلم فعلا، وأراد أن لا يستعجل أمره وأن لا يحرق المراحل. فإذا اتصف بالوصفين، بوصف تحقيق القصد توحيدا لله
ربانيا. وبالتدرج في طلب العلم على ما تقتضي قواعد المنهاج التربوي تربية، فإنه بإذن الله جل وعلا يصل إلى المقصود من قوله سبحانه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فيصير العلم في نهاية المطاف كل العلم لمن صح قصده وصافت نيته وقويت عزيمته، يصير العلم مطية للتعرف إلى الله جل وعلا والتعريف به توحيدا له وتفريدا وإخلاصا له في الأقوال والأعمال. وهذا المعنى إذا تحقق في المرء وفي الجيل بعد ذلك فإنه ينتج بإذن الله صحوة دينية مباركة ينتفع بها الناس ويبقى أثرها ممتدا في الأرض وراثة للخير وللبركة ولجمال الروح الذي يجعل الناس يعيشون فعلا في أمن وأمان في سيرهم إلى الله جل وعلا عبر منازل الصديقين والصالحين. فهذا الوصف العظيم الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن واستعمله الصحابة بعد ذلك وصار بعضهم يصف بعضا به كما وصف به علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأكرم وجهه، ووصف به عبد الله بن عباس لما توفي هذا الرجل العظيم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان في عهده فتى صغيرا عبد الله بن عباس، وكان عنده من العلم ما الله به عليم منة من الله، وهو الذي أكرمه الله بدعوة رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حينما دعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان بذلك سيد المفسرين لكتاب الله على الإطلاق، وكان أيضا سيد المربين لما كان يربي بصغار العلم قبل كباره، كما قال هو نفسه رضي الله عنه وأرضاه في صحيح البخاري مما هو ثابت عنه. حينما مات رحمة الله عليه ورضوانه صلى عليه صلاة الجنازة محمد بن الحنفية، ومحمد بن الحنفية رضي الله عنه وأرضاه هو محمد ابن علي أمير المؤمنين أخو الحسن والحسين، لكن من غير فاطمة الزهراء، من امرأة أخرى هي الحنفية، تزوجها سيدنا علي من بعد ما توفيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولدت له محمدا. وكان محمد هذا عالما حق عالم ومربيا أيضا زاهدا في الدنيا من أهل الله حقا وصدقا، وقدر أن يصلي صلاة الجنازة على عبد الله ابن عباس، فحينما وقف بين يديه قال الرواة كما في الحلية لأبي نعيم وفي غيرها من كتب الرجال والطبقات: كبر عليه أربعا، كبر عليه أربعا في صلاة الجنازة، ثم قال من بعد ما أتم الصلاة: لقد مات اليوم رباني هذه الأمة، لقد مات اليوم رباني هذه الأمة. قيمة هذه الشهادة
أنها صدرت من رجل رباني يعرف ما الربانية، وهو محمد بن الحنفية. رجال فعلا اصطبغوا بصبغة الله من خلال الاشتغال بكتاب الله تلاوة وتدبرا وخلقا ساريا بين الناس، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الكتاب أيضا. التعبير القرآني لوجازته وبلاغته لا يكرر ما يتضح من السياق، والمقصود إنما هو هذا إن شاء الله، أي أن التعلم والتعليم بما كنتم تعلمون أو تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون، كل ذلك التعلم والتعليم والدراسة آئلة وراجعة إلى الكتاب. فالكتاب منبع الخير كله، ومنبع الفضل كله، ومنبع العلم كله، مما يمكن أن يصل إليه ابن آدم. وما العلوم جميعها لغة وفقها وأصولا وسائر جميع العلوم التي عرفها المسلمون في تاريخهم، ما كل ذلك جميعا إلا استنباطات من القرآن الكريم وحدائق نشأت حول كتاب الله جل وعلا، وسيلة إليه وتوسلا بها إلى فهمه ودراسته وتنزيل حقائقه على واقع الناس وحياتهم. فلذلك إذن وجب أن تنعقد حلق العلم لهذه الغاية. إذا كان الإنسان يتعلم وكفى من أجل أن يكون ذا فقه أو ذا صناعة أو ذا علم يتحدث عنه الناس بذلك وتنقل أقواله عبر وسائل الاتصال ووسائل الإعلام، فلن ينال الربانية أبدا. وما وضع طريقه على المنهاج الذي به يصل إلى الغاية الحق الربانية، ولا بركة في علم لا يقصد صاحبه هذا المقصد العظيم الذي جعله الله غاية كل من جلس يطلب العلم، أعني دائما الربانية. الربانية اسم جامع مانع على غير ما يعتقد كثير من الناس، أن كثير من الزهاد في العصور المتأخرة قصروا الربانية فقط على الصلاح التعبدي المحض، وأقصد التفرغ لأعمال الصلوات والصيام والانقطاع إلى الله جل وعلا على ما عرفته مدارس التصوف السني. أقول نعم، هذا جزء من معنى الربانية وليس كل الربانية. السلام. لكي تصور بأن مصطلح الربانية فقط كيعني الإنسان الأمين صاحب أمانة صاحب عدالة تتعلق بوصفه عبدا لله من حيث القصد ومن حيث العمل الصالح وحسب بالمعنى الجزئي لهذه الكلمات، وإلا فهي أيضا شاملة أو شاملات أيضا. الربانية كما هي صفاء قلبي وإخلاص، وقد تحدثنا قبل قليل عن الوجهين معا نسبة إلى الرب سبحانه، فهي أيضا كما بينت قبل قليل نسبة إلى الرب بالمعنى المصدري لا بالمعنى الاسمي، أي كما بينت من رب يرب ربا أي تربية. فالرباني صاحب منهاج إصلاحي، وهذا المقصود، قادر على إصلاح نفسه بإذن الله
مؤهل لإصلاح الناس بما علمه الله من علم وبما لديه من طريقة منهاجية يضعها للناس ويهيئهم للتدرج عبرها رتبة رتبة درجة درجة إلى منزلة الربان. ولهذا أو وعلى هذا نبه ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الموقوف عليه مما ذكرت قبل قليل: الرباني من يربي بصغار العلم قبل كباره. فما التربية على صغار العلم إذن قبل كباره؟ إذا عرفنا القصد والهدف من أنه إنما هو الوصول إلى الإخلاص التام والصفاء الكامل في قصد وجه الله دون سواه بكل ما نعلم ونتعلم، فإن الوسيلة كما ذكرت إنما هي هذه: طريق المعراج التربوي أو مدارج الربانيين التي تصل العبد إلى المبتغى. كيف نتربى بصغار العلم في أنفسنا قبل كباره؟ أي أننا يجب أن نصل إلى كباره، ولكن بدءا أو ابتداء بصغار العلم. كيف نصنع هذا؟ صغار العلم لا يقصد بها دائما الأشياء البسيطة، يعني كما نمثل لذلك مثلا في المنهاج المدرسي أننا نعلم الطفل الصغير الأحرف الألف بائية أولا، يتعلم الألف والباء قبل أن يتعلم الكلمات. نبدأ له عادة بالأحرف ثم نثني بالكلمات ثم نأتي على الجمل. هذا معنى من معاني الربانية بهذا المعنى، لكن ليس هو المقصود أساسا، ليس هو المقصود أساسا، لأنه ممكن أن نبدأ بالجمل في بعض الأحيان وأن نبدأ بالكلمات في بعض الأحيان قبل الأحرف. وبعض المناهج الدراسية التعليمية الحديثة ترى هذا وتطبقه أيضا. قد يبتدأ في تعليم الإنسان بالكلمة مباشرة ثم يتفرع من الكلي إلى الجزئي، هذا مفيد وذاك مفيد والعبرة بالنتائج، لكن القصد من تعلم وتعليم صغار العلم قبل كباره الأشياء التي تطيقها النفس ابتداء من التكاليف. لأن السياق التربوي ليس سياقا هنا يعني بمعنى تعليم المعلومات، لا، وتعليم المفاهيم بالدرجة الأولى. المفاهيم بما هي حقائق تكليفية، هنا نربي بصغار العلم قبل كباره. والمنهج الذي يدلنا على هذا إنما هو القرآن الكريم ثم سيرة سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما قضية النسخ وما قضية الرخصة والعزيمة؟ ما كل ذلك جميعا وما في معناه إلا تربية بصغار العلم قبل كباره؟ هذا المقصود الأساس. حينما سكت القرآن الكريم عن شرب الخمر في المرحلة المكية وما أباح، على عكس ما يفهمه بعض الجهال، أبدا لا يجوز أن يقال إن القرآن أو إن الله أباح الخمر في مكة وحرمها في المدينة، هذا غلط، لأن الحلال لا يقابل الحرام دائما، أو بالأحرى الحرام لا يقابل الحلال دائما، ماشي دائما، يعني من قول الحرام فضده ومقابله الحلال، لا، ليس بالضرورة. الحلال
معنى من المعاني التي تقابل الحرام، يعني الحرام كاين وضد الحلال نعم، ولكن الحلال في الضدية هنا جزء المعنى أيضا، وقد يكون المعنى المقابل للحرام ما يسمى عند أهل أصول الفقه بالمسكوت عنه، وهذا هو الاصطلاح الحقيقي الذي وجب أن نصف به حكم شرب الخمر قبل نزول التحريم، ما كان مباحا كان مسكوتا عنه، والمسكوت عنه قد ينطق الشارع بحكمه في مرحلة من مراحل التشريع وقد يبقى مسكوتا عنه إلى يوم القيامة، ولا يسمى مباحا ولا حلالا في دقيق الاصطلاح. ولذلك أمثلة كثيرة ليس هذا محل بيانها، وقد يأتي وقتها بإذن الله عز وجل، وقد تحدثنا السنة الماضية عن بعض هذا المعنى في هذا المجلس المبارك، ولكن نبين الآن هذا المثال الذي ضربناه لنخلص إلى الغاية والنتيجة مما نريده من التربية الربانية. سكت إذن الشارع عن تحريم الخمر، ما معنى سكت؟ أي ما حرمهاش، ولكن ماشي معناته أباحها، لا، أرجى تحريمها. فهذا الضرب من السكوت هو ضرب من إرجاء التحريم إلى وقته وإبانه، وهذا السر في الربانية، هذه الحكمة عجيب من رحمة الله وفضله سبحانه وتعالى أن سكت عن تحريم الخمر على المسلمين في وقت ما كانوا يطيقون تحريمها. الخمر كانت عند العرب عادة تجري في دمائهم، فلو حرمها الشارع في ابتداء التشريع لما استطاع كثير من المسلمين أن يستجيب للتحريم، ولن يضر الله ذلك أبدا، نسأل الله العافية. كما أن الجنة واسعة، جهنم والعياذ بالله واسعة، تسع العالمين جميعا، نسأل الله العافية والنجاة. فلو شرب الناس الخمر وما استجابوا لن يضر ذلك الله شيئا، ولكن الله رحمن رحيم، ما يريد سبحانه وتعالى أن يضعف الناس، ما يريد سبحانه وتعالى أن استجيب أكثر الناس لإبليس، بل يريد أن يجعلهم أكثر قوة على تحمل تكاليف الشريعة بمده ومدده ورحمته. ولذلك سكت عن تحريم الخمر أكثر من 13 سنة، أكثر من 13 سنة، يعني المدة كلها 13 سنة في مكة، وبعض الوقت أو بعض الزمن في المدينة حتى نزل تحريمها في الآية التي تعلمون إنما الخمر والميسر والنصاب والأزلام الآية. إذن ما معنى هذا السكوت؟ معناه أنه تهيئ لقبول الحكم الشرعي، كيهيئ الناس ويوجدهم ويقويهم باش يقدروا امتنعوا عن الخمر حينما ينزلوا تحريمها. ما هذا التربية؟ هي هذه. فلو عندك طفل صغير لا يحسن المشي لكنه قد يخطو الخطوات، قدرة طفل صغير في واحد اللحظة يالله يقدر يدير خطوة ويسقط لا يستطيع أن يمشي، وأنت تريد أن تعلمه المشي، وهذا معروف نستعمله جميعا لأطفالنا وأبنائنا وبناتنا، فأنت تقترب منه جدا وتأمره بالخطو، أنت تريد أن تصل به إلى هناك 3 متر ولا 4 متر، لكن لا تخبره بالمسافة، وإنما تظهر له قدر الخطوة بأن تقف أمامه ويراك أمامه
ويظن أنه سيستند إليك، غيتك يتكى عليك ويعتمد عليك، فيخطو يتشجع يخطو، ثم تصنع أن تتخلف عنه قليلا، فيجد نفسه قد استوى متوازيا، فتطلبه مرة أخرى فيتشجع ويخطو الخطوة الثانية. ولكن لو من البداية وقفت هناك بعيد عنه بأربعة أمتار أو أكثر أو أقل ثم قلت له إيتي، ما يأتي، شوف المسافة بعيدة، يقول هذا بزاف عليا ويسقط كيطيح. ولله المثل الأعلى، الله جل وعلا أرحم بعباده من رحمة الآباء والأمهات بأبنائهم وأبنائهم. ولذلك يهيئ عباده إيمانيا وتربويا بتزويدهم بالوعد والوعيد والتقريب والتحبيب والترغيب والترهيب حتى تخلص مقاصدهم وحتى تقوى عزائمهم، حتى إذا نضج الإيمان كما ينبغي أن يكون الإيمان نزل التحريم وأمرهم بالانقطاع التام. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسواق المدينة مغضبا يحمل مدية خنجر نزل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يشق به كل القرب وكل الأشنان التي علقتها يهود آنئذ وكان تبيع الخمر على عادتها قديما وحديثا في أسواق المدينة، يخرقها عليه الصلاة والسلام بمديته خرقة ينهارق الخمر حتى سالت به كما في الحديث سالت به مسالك المدينة ودروبها، يعني يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كيدوز على القرابي ديال الخمر معلقين يعني في الحانات ويخرقهم بجنوي، وتدفق الخمر في الطرقات كأنما الأمطار قد هطلت بالخمر يعني بقوة. ولكن 13 سنة وهو ساكت عن هذا الحكم، ما قاله ولا نطق به ولا أمره به الله جل وعلا، ولكن حينما نزل الحكم نزل بقوة، إنما الخمر والميسير والانصاب والإزلام رجس من عمل الشيطان. فالوصف بالرجسية وقرنه بالأنصاب والأزلام والأوثان والقمار كافٍ، فاجتنبوه وجاء النهي القاطع لعلكم تفلحون. يعني القدرة على تحمل هذا النهي ما كانت لدى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر أبدا، ما كانت هذه القدرة، وكانت العرب تتربص بتشريع الدوائر، لو وجدت مثل ذلك في بداية الأمر ما أسلم كثير من الناس ولا وظفته في سياق التنفير عن الدين. العرب كانوا كيهربوا الناس من الدين، يقولوا هذا الدين فيه وفيه وفيه، فما أعطاهم الله فرصة أن يقولوا للناس إنه يحرم الخمر، لأن العرب كانت مبتلاة بهذا كبيرها وصغيرها، ولذلك أخره الله تأخيرا إلى أن جاء إبانه حتى طارت البطيخة دياله تماما حل بالحيرة، ما تحلى الفاكهة حتى يجي وقتها وحتى الطب، ومن اقتطف فاكهة قبل إبانها أكلها مرة أو حامضة لا يجد لها لذة ولا حلاوة. فإذا هذا المقصود بالربانية، يربي بصغار العلم قبل كباره، تربية بصغار العلم أنك تحمل الناس على ما يقتضيه الزمان وعلى ما يقتضيه المكان، ما في هذا العصر بالظروف، الظروف السياسية، الظروف الاجتماعية، الظروف الاقتصادية، الظروف العامة، تحمل الناس على قدر، بناء على هذا كله على قدر ما يطيقون. وقلنا بأن علي بن أبي طالب سيدنا رضي الله عنه وأرضاه كان يقول في كلمته المشهورة:
حدث الناس بما يطيقون، في رواية بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله في الدين ما يطيق الناس وفي الدين ما لا يطيق الناس؟ وما المقصود بما لا يطيق الناس؟ ليس بإطلاق، لأنه لا تكليف إلا بما يطاق. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولكن أحيانا بسبب غربة الدين وبعد الناس عن الدين قد تنشأ أجيال لا تطيق بعض التكاليف، وليس مطلقا وأبدا، ولكن في مرحلة من مراحل تدينها. قد يأتي الإنسان إلى المسجد لأول مرة لا يحسن صلاة ولا وضوء، وهو يلبس بعض الأشياء المخالفة للشريعة، فمن البلادة ومن مناقضة الربانية أن تنهاه عن تلك الألبسة وهو لما يزل أو لما يصلي بعده مازال ما عرف تصلى، وتنهاه عن الإسبال أو تنهاه عن حلق اللحية أو عن تختم بالذهب أو هذا وذاك، مع العلم أن الشريعة تنهى متفقين عن هذا وذاك، ولكن هذا مازال ما كيصلي أو يالله يدخل الجامع جديد. لما شرع الله حكم المؤلفة قلوبهم وجعلهم صنفا من الأصناف الثمانية في الزكاة تصرف فيهم الزكوات، رغم أنهم قد يكونوا أغنياء، قد يكونون أغنياء. مؤلفة قلوبهم يعني قوم يمكن يكون عندهم فلوس، ماشي فقراء، لا هم فقراء ولا مساكين، ولو كان كذلك لما ذكرهم معزولين بصفتهم ولا أدخلهم في معنى الفقراء والمساكين، ولا هم بعابري سبيل، ولا هم بغارمين، ولا هم بعاملين عليها، ولا هم ممن يجاهدون في سبيل الله، وإنما هم المؤلفة قلوبهم. تأليف، التألف والتأليف يعني تقريب إلى الدين، تقريب إلى الدين. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يعطيهم من العطاء ومن الزكاة ومن كل ما كان يحصل عليه من الأموال المشروعة، ولا يحصل عليه الصلاة والسلام إلا على مال مشروع. أحد زعماء قبائل العرب العباس بن مرداس السلمي شاعر مشهور، وكان هجاء فظيع اللسان قبل أن يسلم. الشعراء في تلك المرحلة كانوا قد ألفوا العطاء، مولفي الناس كيعطيهم شعراء. فالعباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه وأرضاه كان منهم، كان شاعرا وكان ممن يرجو النوال والعطاء ممن يمدحه أو ممن يذكره. فحينما أسلم وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم من أمره، كان يعطيه جزءا من الزكاة في سمي المؤلفة قلوبهم، يؤلفه أن يقربه ويطمئنه بذلك المال. فكان العباس بن مرداس ومن شابهه ومن كان على طبقته وشاكلته ممن أسلم في بداية الأمر وليس بذاك، كما يقول أهل الحديث في استراحاتهم في النقد، كان يأخذ عطاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولما توفي رسول الله رسول الله جعل يأخذ عطاء أبي بكر الصديق خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحينما مات أبو بكر الصديق جاء وفد المؤلفة قلوبهم إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فردهم ما أعطاهم شيئا. لما؟ لأنه علم أن إيمانهم قد رسخ على الدين، رسخ تا. كان رسول الله يعطيكم وأبو بكر أيضا، لما كان إيمانكم لما يقوى بعد أو لما يقوى بعد، الآن صاروا من جزء من بنية العالم الإسلامي، فلما حرمهم من العطاء ما ارتدوا، لم يرتدوا ولا كفروا
بل بقوا مسلمين وصاروا كسائر الناس لأنهم أغنياء. فإنما كان يعطيهم رسول الله تأليفا لقلبهم، فعرفوا ما الإسلام وعرفوا ما الإيمان، ورسخت أقدامهم فيه، وبعد ذلك وصلوا إلى الرتبة التي ما صاروا فيها في حاجة إلى رضاع. فطمهم سيدنا عمر فطام. هذا التأليف منهجية ربانية، يربي بصغار العلم قبل كباره. هذا المنهج القرآني الإسلامي العام السني هكذا كان يرتقي للناس على قدر الطاقة، مراعيا لظروفهم الزمانية والمكانية وللأعراف والتقاليد. وليس معنى ذلك أن تعتبر هذه الأشياء مصادر للتشريع، كلا، ولكن تعتبر فيما يسميه الأصوليون بتحقيق المراد. كاين الحكم اللي نقدر نطبقه والوقت والزمان قابله وقادر عليه، وكاين الحكم اللي ماشي ما غادي نزوله من الشريعة. ليس معنى أنني سأزيله من الشرع أو أقول بخلافه، كلا، ولكن نرجئه، مازال ما جاش وقته، يرجع إلى حينه وإبانه حتى طيب الفاكهة ديالو، أو حتى تحصل علته، لأن الأحكام تدور مع العلل وجودا وعدما. فإذا وجد الحكم وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انعدمت انعدم، وهكذا. فالربانية إذن منهج قرآني أصيل وتطبيق سني نبوي أثيل، وهي الغاية التي من أجلها يتعلم الناس حتى تكون لهم خصلة منهجية في معاملة الخلق وتربيتهم في السير والطريق إلى الحق سبحانه دون سوى. لذلك إذا نعود إلى ما بدأنا به من قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لنقرر ما ذكرنا من منهجية، أن تعلم العلم الشرعي، العلم العام والشرعي بصورة أخص، إنما يكون مفيدا ونافعا إذا أخذه العبد بهذا المنطق وعلى هذا الترتيب الرباني العظيم، غاية ومقصدا من جهة، ووسيلة ومنهاجا من جهة أخرى. ذكرنا إلى جانب الآية السابقة آية أخرى في بداية الكلام، وهي الآية الجامعة لوظائف النبوة، والتي وردت في غير ما سياق وفي غير ما صورة من صور القرآن الكريم ومساقاته. ونعني بذلك ما تلونا قبله من قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تلاوة رسول الله للكتاب صلى الله عليه وسلم وتعليمه للكتاب وتزكيته للعباد بالتعليم والتلاوة، وتعليمه أيضا للحكمة، كل ذلك مسالك متفرعة عن المنهاج الأكبر، منهاج الربانية، من الآية التي ذكرنا من قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين. لا يمكن للعبد أن يسلك مسلك الربانية إلا بتلاوة الكتاب لنفسه أو يتلى عليه، يتلوه لنفسه أو يتلى عليه.
ولا بد من أن يجمع في التعلم والتعليم ما بين الحكمة والكتاب أو العلم، لأن الحكمة شيء وأحكام الكتاب شيء آخر، متكاملان. فالأحكام هي الأحكام والكتاب هو الكتاب، لأنه في السياق هنا أمران قد يظن الإنسان بادئ الرأي أنهما شيء واحد، وليس كذلك بل هما مختلفان. قوله تعالى: يتلو عليهم آياته، تلاوة الآيات، ويعلمهم الكتاب، وإنما الكتاب هي الآيات، فكيف يتلو الآيات ويعلم الكتاب؟ فتلاوة الآيات إلقاء كلمات الله جل وعلا تلاوة وقراءة على المواجيد والقلوب تربية وتزكية، وتعليم الكتاب تعليم أحكامه وفقه مقاصده، لا يكون هذا وذاك إلا إذا ارتبط بمنهج الحكمة. ولذلك قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإنما الحكمة في التعريف العام وضع الشيء في محله، ولذلك قال كثير من أهل العلم: إن المقصود بالحكمة السنة، وهي كذلك، لأن السنة إنما يتضع أحكام الكتاب في محلها المناسبة، ويلحق بذلك كل وضع لحكم الله في محله كتابا كان أو سنة، كما بينت قبل قليل. في بيئة اغتربت فيها كثير من الأحكام الشرعية ما ينبغي أن تبدأ بكبار العلم، وإنما نبدأ في ذلك بصغار العلم قبل كباره، على ما شرح وبيّن ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك هو الحكمة، الترتيب والتدريج والتلطف والتألف. وليتلطف، أي باللغة الأخرى لا يستفز الأعداء، لا يستفز الشيطان وقبيله من الإنس والجن. وأيضا يقرب ما استطاع البعيد ويضم إليه القريب، وذلك هو منهج التلطف والتألف، وهو عين الحكمة. والتزكية أن تجعل جميعا، أن تجعل ذلك جميعا تلاوة وتعليما للأحكام وتنزيلا لها على مواقعها المناسبة من الحكمة، أن تجعل ذلك جميعا تغذية للقلوب، وهو التزكية، تزكية النفس، قد فلح من زكاها، أي أنه غذاها بالترقيق تعبيدا لله وإخضاعا لها بين يديه، من أجل أن تتعلم أعظم علم وهو علم الخشوع. اللهم اجعلنا من الخاشعين، واجعلنا من الذاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.